السلام عليكم ورحمه الله. مستمع قناه سو تي في، كيف كتشوف هنا كتوزل الان امام ملعب البشير بمدينه المحمديه. ملعب البشير هنا تاسيسات امنيه قويه، نزل الامن مشكورين منذ الساعه الاولى من اليوم وانا في التنظيم. نزل الامن بجميع الصفات ديالهم، نزل الامن الزي المدني، الزي العسكري، وحتى الناس ديال قوات المساعده اللي حاضرين هنا بقوه. كيف كتشوفوا معنا مستمع قناه سو تي في، المباراة اللي غتجمع فريق الرجاء، فريق الشباب المحمدية وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. المباراة اللي غتنطلق اليوم على الساعة العاصرة مساء بتوقيت غرينيتش هنا بملعب البشير بمدينة المحمدية. كتشوفوا معنا متابعين قناة سو تي في هنا تعزيزات أمنية قوية. حضور كتشوف معنا أكثر قوة المساعدة في الساعة الأولى قبل انطلاق المقابلة. رجال الأمن مشكورين، كتشوف معنا متابعي قناة سو تي في. كيف تنشق تام مصالح الامن، كتشوف معنا في تنشق تام ديال الامن الوطني و قوات المساعده. خويا رشيد ماشي بالجمهور، هو بالجمهور ولكن الجمهور ديال الرجاء قاطعين المباراة. راه خرجوا بالا، راه خرجوا بالا. مازال باقي مجالس، باقي مجالس، مازال الجماهير باقي ما كاينش كاع الحس ديال الجماهير دابا لحد الساعة باقي ما كاينش. كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في تعزيزات أمنية قوية هنا بالمقابلة، مقابلة القمة. هذه المقابلة كتكون مازال المقابلة ديما كتكون مقابلة بين الشباب المحمدية والرجاء الرياضي البيضاوي، تكون مقابلة قوية ومقابلة فيها الروح الرياضية وفيها التسويق. اليوم تكون مباراة فيها واحد يربح، ما كاينش تعادل ولا الانتصار لفريق واحد. كل فرق مزه بس مباراه دوس بزوريه دي اخوي، وكل انتصار لصالحها. لكن كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في، لكن توزل الان هنا من ملعب البشير بمدينه المحمديه. تعزيزات امنيه قويه كتشوفوا معنا، كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في، حضور امني
مجموعه ديال رجال الامن مشكورين اللي غادي يفطروا هنا في الملعب باش تنظيم باش تكون المباراه يكون تنظيم وتدوز المباراه في جوريه دي اخوي كيف كتشوفوا معنا متابعين قناه جديده. التنسيق دائما التنسيق المحكم بين رجال الامن الوطني والقوات المساعده قوات التدخل. المقابله لها تنطلق ان شاء الله في الساعه 10 مساء اليوم بتوقيت غرينتش هنا بملعب البشير بمدينه المحمديه. التنسيق دائما التنسيق بين المصالح الامنيه باش الامور تدوز على ما يرام. مشكورين لرجال الامن على المجهود الكبير اللي كيقوموا به. كنتمنى على متابعي قناه جوج تيفي هما ملعب البشير بن محمديه تنسيق تام مع المصالح الامنيه مباراة السورية هذه. هذا ماشي غريب على الامن ديال مدينة المحمدية، اللي الموسم جميع المباريات مجموعة أكثر المباريات لعبت هنا في مدينة المحمدية، أكثر مباريات وكان ديما بالجمهور. فهمتي هنا الأمن اللي خذا واحد التجربة كبيرة في الميادين في الملاعب. دائما التنسيق كما كتشوفوا معايا متابعي قناه جوج التنسيق بين المصالح الامنيه دائما بين رجال الامن ورجال القوات المساعده. هذا المخزن المتحرك. أنا شفت فيديو كتشوفون دائما هنا أمام ملعب البشير بن محمدية. هنا تهجيرات أمنية قوية دائما التنسيق متواصل كيف قلت لكم بين الأجهزة الأمنية هنا ملعب البشير بن محمدية باش الأمور تدوز على ما يرام وتدوز في الجورية دي أخاوي. هنا مجموعة من رجال الأمن بالجزيء المدني كيتوجو هنا ان شاء الله نتمنى المباراه تدوز بجوريه دي اخوي كتشوفوا معنا متابعي قناه جوج تيفي. الى هنا متابعي قناه جوج تيفي نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا الى اللقاء.